غزة ينضم إلينا من غزة الأستاذ أحمد الأغا الكاتب الصحفي. أستاذ أحمد مرحبا بك، لو تطلعنا على الوضع الميداني لديك أستاذ أحمد، ماذا لديك من معلومات أخرى حول الأوضاع الميدانية فضلا عما تقدم في هذه النشرة؟ نعم، مساء الخير لك ولجميع أستاذ المشاهدين. لا زال الوضع كما هو، قصف هنا وآخر هناك، استهداف هنا وآخر هناك. لا زالت أيضا محافظة رفح، أقصى محافظة جنوب قطاع غزة، تتعرض ما بين الفينة والأخرى باستهداف سواء من الطائرات أو من المدفعيات المتواجدة على الخط الحدودي المتاخم للمناطق الشرقية، وكذلك الحال لإطلاق النار بعض الأوقات من الزوارق الحربية المتاخمة للشريط الساحلي للبحر الأبيض المتوسط. محافظة خان يونس التي لا زالت تحاصر حصارا شاملا ومطلقا لليوم 33 على التوالي، وانقطاع الاتصالات والإنترنت، وأيضا محاصرة مستشفى ناصر، هذا محاصرة مستشفى ناصر، وكما أعلنت وزارة الصحة ومن هو متواجد داخل مجمع ناصر الطبي بأنه أصبح سكنة عسكرية مغلقة للقوات الإسرائيلية، وأيضا أعلنت عن استشهاد شخص ثامن جراء نقص الأكسجين الغير متواجد أصلا في غرف العناية المكثفة والمركزة، إضافة لنقل الطاقم الطبي إلى مستشفى المبارك، أيضا إلى المبنى القديم هم هناك جميعا، واعتقال بعض الأشخاص من النازحين المتواجدون داخل المستشفى. لازالت خان يونس تستعرض وأيضا تتعرض لقصف عنيف جوي ومدفعي، وأيضا من قبل الزوارق في شتى محاور التوغل، إضافة إلى القتال العنيف ما بين الفصائل الفلسطينية وما بين جيش الاحتلال حتى هذه اللحظة، إضافة لنسف أحياء سكنية كاملة. نتحول إلى مستشفى الأمل إلى الشمال الغربي من المحافظة، محافظة خان يونس التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، والذي أيضا لا زال محاصرا، وأيضا لا زال يتعرض لقصف المدفعي ما بين الفينة والأخرى، وتحديدا الطابق الثالث والثاني، ووجود العديد من الإصابات هناك، وليس هناك بالمقدور أحد لأحد أن يدخل أو يخرج إلى مستشفى الأمن الذي يتبع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إضافة لعدم دخول الأكسجين وعدم دخول الوقود الذي يتم تشغيل من خلاله المولدات الكهربائية التي تزود. طيب أستاذ أحمد، نعم، تصريحات نتنياهو اليوم قال فيها أو جاء فيها أن إسرائيل استطاعت تدمير ثلاثة أرباع الفصائل الفلسطينية أو قدرة المقاومة الفلسطينية، ما مدى دقة هذا الكلام على الأرض؟ لربما لو كان هذا الكلام دقيق كان لا يكون أن هناك مقاومين على الأرض يواجهون الآليات ويواجهون الجنود كما يتم نشرها من قبل الفصائل المقاومة، من استهداف للآليات، من استهداف للجنود، من استهداف للطائرات المسيرة وإسقاطها أيضا على ذات الحال. أعتقد لازال القتال شرسا، لازال القتال عنيفا وقويا في جميع محاور التوغل، تحديدا في محافظة خان يونس والمحافظات الوسطى، وأيضا محافظة غزة ومحافظات شمال غزة. لو كان هذا الأمر دقيقا أعتقد لانتهت الحرب منذ فترة، ولو أنه تم تدمير الفصائل والعمل العسكري في قطاع غزة كما تحدث، أعتقد لشاهدنا بأنه حرر جميع الرهائن والأسرى المتواجدين في قطاع غزة الذين هم بحوزة الفصائل الفلسطينية. لربما هذا أقل دليل، لربما يرد على تصريحات نتنياهو الذي لا زال يمعن في قتل الناس سواء عبر الطائرات أو عبر منع المساعدات وقتل الناس جوعا، وكما حدث مع الطفلة ذات الأعوام السبعة في شمال قطاع غزة عندما أعلنت وزارة الصحة عن وفاتها واستشهادها جراء عدم تناولها الطعام وللجوع الشديد، علما بأن المساعدات لا تدخل بالشكل المطلوب إلى محافظة غزة وإلى محافظات شمال غزة، ونحن شاهدنا بالفعل المواطنون هناك يقومون بطحن أعلاف الحيوانات والذرة والشعير لكي يحولوها إلى دقيق ومن ثم يتناولوا خبزها. أيضا هذا أصبح على وشك النفاذ لدى المواطنين هناك،
هناك صعوبة في الحصول على المواد والإمدادات الغذائية وأيضا المياه الصالحة للشرب، هي مأساة وكوارث حقيقية تحصل حاليا على أرض الواقع. لربما مهما وصفنا ومهما أمعنا في الكلمات وتثقيف الكلمات لا نستطيع أن نوصف بدقة ما يحدث على الأرض لصعوبته وأيضا لصعوبته الجمة بما يحدث داخل قطاع غزة من جميع مناحي الحياة سواء الميدانية الإنسانية حتى على سبيل المرض وعدم وجود الأدوية الأدوية لعلاج تلك الأمراض خصوصا في ظل انتشار الأوبئة والأمراض المؤذية ما بين الأطفال وما بين الناس. أستاذ أحمد، فيما يتعلق بمدينة رفح وأنت ذكرت جانبا مما تتعرض له ومما تعرضت له مدينة رفح اليوم، إن زوارق الاحتلال قصفت ساحل هذه المدينة الصغيرة ومدفعية قوات الاحتلال أيضا استهدفت جنوبها وشرقها، كيف رصدت هذا الحدث وما هو الهدف عسكريا من هذا الهجوم المضاعف على مدينة رفح؟ منذ فترة ليست بالقليلة ومحافظة رفح تلك البقعة الصغيرة والتي تقدر مساحتها ب 55 كيلو متر مربع ويوجد بداخلها 1,400,000 نازح، أي كل كيلو متر نصيب الكيلو متر الواحد حوالي 27,000 نسمة تتعرض من فترة ليست بالقليلة إلى استهدافات في كل ساعة، سواء استهداف لمنازل مأهولة كما حدث صباح اليوم، استهداف لشاليه يعود لعائلة الشاعر وارتقاء 7 شهداء من بينهم أطفال ونساء والعديد من الإصابات وصلوا إلى مجمع ناصر الطبي. لا تتعدى ساعة أو لا يتعدى يوم إلا ويتم استهداف محافظة رفح سواء عبر استهداف المنازل المأهولة بالنازحين أو لأراضي فارغة أو للقصف المدفعي على الحدود الشرقية المتاخمة للمحافظة أو على الشريط الساحلي بما يعرف البحر الأبيض المتوسط. منذ أكثر وما يزيد منذ 10 أيام إلى 15 يوما وتتعرض المحافظة يوميا للقصف والاستهدافات بصورة كثيفة عما كانت عليه السابق. شكرا جزيلا لك أستاذ أحمد الأغا الكاتب الصحفي، كنت معنا من غزة عبر الهاتف.